الاحترام يدي بصراحة موجودة، ما حدش يقدر يقول لا ده الموظف يقول لي اوراق يكتبها ويقول لي اتفضل على طول، لا دي موجودة ما بقدرش حد يمنعها ابدا. وكذاب لو كذاب اي واحد يقول لك اتمنعت، ما اكونش انا اروح لموظف اعطيله مثلا من الفيل نصيب، خلينا صراحة يعني ما حطيني مشي اوراقي. عمري ما عملتها، عمري ما عملتها، عارف حقي هجيبه، لكن فلوس مش هدفع فلوس. مفيش اي حاجة اللي بتدفع، مش ممنوع المباني دلوقتي برخصة الناس بتدفع وتبني، طول حي بيقبضوا من المقاول ويمشوا. بيتفقوا مفيش حل، فين حل؟ مفيش حل. بص انا مش هقول لك فيها، انا مش هعمل لك فيها شيخ طريقة، احيانا بدفع واحيانا لا، يعني احيانا بدفع واحيانا لا. انا كده انا حاسس ان انا بساعد، بس للاسف البلد ماشيه كده، مفيش حاجه بتخلص الا بالرشاوي، خلاص الكلام.